الله أكبر الله أكبر. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، مثل نوره كمشكات، فيها مصباح، المصباح في زجاجة، صدق الله العلي العظيم. الأول، الثاني، الثالث، الرابع. السبط الأول، الإمام الثاني، القائد الثالث، المعصوم الرابع. نتحدث عن شخصية ليس مهما أن تخضع أمامه الشخصيات الدنيوية، وليس فخرا له أن تخضع أمام عظمته عظماء الآخرة، وليس شرف هذه الشخصية أن تخضع الملائكة أمام عظمته، إنما هو وأهل بيته من يخضع مقام الأنبياء والرسل أمامهم. كيف لا؟ الأنبياء مقامهم السامي العالي الأعلى، يخضع هذا المقام أمام محمد وآل محمد. كما
أن الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، النصوص العديدة الدينية تؤكد أن رسول الله وأمير المؤمنين عليهما وآلهما الصلاة والسلام هما نفس واحدة، وهذا المعنى له دلالته، بل له دلالاته في محله. كذلك الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة العديدة بل الكثيرة تؤكد أن الإمامين الحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام هما نفس واحدة. النصوص الدينية العديدة تؤكد هذا المعنى. أسرد بعض النماذج لهذا المعنى حتى نأتي إلى دلالة هذا المعنى. النموذج الأول، هذا النموذج حديث شريف ذكرته سابقا بمناسبة ثانية، لا أريد أن أكرر هذا الحديث الشريف، إنما أمر عليه مرور الكرام مرورا سريعا. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام جالس وحوله أصحابه، إذ قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، أنت بهذا المكان الذي أنزلك الله به وأبوك يعذب في النار والعياذ بالله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: مه فضل الله فاك، والذي بعث محمدا بالحق نبيا. لو شفع أبي في كل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله تعالى فيهم. أبي معذب في النار وابنه قسيم الجنة والنار. والذي بعث محمدا بالحق نبيا. إن نور أبي يوم القيامة ليطفئ أنوار الخلائق كلهم إلا خمسة أنوار نور محمد. ونوري ونور فاطمة ونور الحسن والحسين ونور تسعة من ولد الحسين. الملاحظ في هذه الرواية الشريفة فيما يرتبط بحديثنا، خمسة أنوار: نور رسول الله، نور أمير المؤمنين، نور فاطمة الزهراء، ونور الحسن والحسين، ليس نوري الحسن والحسين. حتى في يوم القيامة نور الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما الصلاة والسلام نور واحد. نموذج ثاني في الروايات الشريفة، لاحظوا الروايات الشريفة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، الواردة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الأمور التي تذكر عن الحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام، روايات عديدة تحفظون بعضها: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة،
الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، وروايات وروايات. ثالثا، اقرأوا الأدعية الشريفة التي تذكر أسماء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، التي تبين أو تعلم الناس كيفية الدعاء والتوسل بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. اقرأوا الزيارات الشريفة، زيارات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، في كثير منها إن لم أقل في أكثرها، عندما يصل الإنسان في الترتيب إلى الإمامين الحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام، الإنسان يذكرهما بصيغة واحدة. أنا أذكر لكم بعض النصوص بسرعة. في زيارة السيدة المعصومة سلام الله عليها، الإنسان يبدأ يسلم من آدم، السلام على آدم صفوة الله، السلام على نوح النبي الله، ثم يصل إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يسلم الإنسان على رسول الله، على أمير المؤمنين، على فاطمة الزهراء، ثم الإنسان يقول السلام عليكما يا سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة معا، ثم الإنسان ينتقل إلى الأئمة التالين، السلام عليك يا علي ابن الحسين سيد العابدين، السلام عليك يا محمد ابن علي باقر علم النبيين، لعله العبارة هكذا. يسترسل الإنسان إلى أن يصل إلى السلام على السيدة الكريمة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، أيضا نفس الزيارة معا. في زيارة النبي صلى الله عليه وآله، في إحدى زياراته نقرأ هكذا، السلام عليك وعلى ابن عمك المرتضى، السلام عليك وعلى ابنتك فاطمة الزهراء، السلام عليك وعلى خديجة الكبرى، السلام عليك وعلى ولديك الحسن والحسين. في الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد ابن عبد الله، خاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، وصل على وصيه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وإمام المسلمين وخير الوصيين، وصل على فاطمة بنت محمد سيدة نساء العالمين، وصل على سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وصل على زين العابدين علي بن الحسين، وصل على محمد بن علي باقر علم النبيين. الحسن والحسين ذكرا معا. في زيارة بعض أصحاب الإمام سيد الشهداء ومنهم مسلم بن عقيل سلام الله عليهم، نقرأ فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين أفضل الجزاء. أيضا في أدعية عديدة، لا أذكر الآن الأدعية، أدعية كثيرة هناك، هنا ذكرت بعضها، حتى في لعن قتلة أهل البيت، الإنسان يبدأ في بعض الزيارات، في زيارة الإمام الرضا، في غيرها من الزيارات، الإنسان يلعن قتلة أهل البيت، يبدأ في إحداها هكذا، لعل هذه العبارة في زيارة الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه، هكذا نقرأ، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين، اللهم لعن قتلة الحسن والحسين. وهذا غريب، يعني الإنسان في هذه العبارة يتصور أن قتلة الحسن والحسين هم فئة واحدة، هذه كلمات لها دلالتها. في زيارة الإمام ثامن الحجج علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله، السلام عليك يا وارث فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، ثم الإنسان يقول السلام عليك يا وارث علي بن الحسين سيد العابدين إلى آخر الزيارة. ونصوص ونصوص. هذا ثالثا،
رابعا أعمالهما صلوات الله عليهما كانت متشابهة جدا في كثير من أبعاده. أنا أذكر لكم رواية واحدة في هذا المجال سجلتها هنا. كل واحد من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عنده خاتم، وعلى الخاتم مكتوب شيء، ذكر من الأذكار، ذكر الله سبحانه وتعالى. في رواية في الكافي الشريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، الإمام يبين ماذا كتب على خواتم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام في خاتم الإمام الصادق: مكتوب الله خالق كل شيء. وفي خاتم أبي الإمام الباقر محمد بن علي عليه الصلاة والسلام: وكان خير محمدي رأيته بعيني. الإمام الصادق يمدح أباه بهذه المدحة الكبيرة. ماذا مكتوب على خاتم الإمام الباقر؟ العزة لله. ثم يذكر الإمام جده. وفي خاتم علي بن الحسين عليهما الصلاة والسلام ماذا مكتوب؟ مكتوب: الحمد لله العلي العظيم. وفي خاتم الحسن والحسين ماذا مكتوب؟ مكتوب: حسبي الله. وفي خاتم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: الله الملك. لعل هناك خاتم واحد كان للإمامين الحسن والحسين، أو في خاتم كل منهم مكتوب هذا المعنى أو هذا الذكر. النبي صلى الله عليه وآله عرج به إلى السماء، في بعض الأحاديث الشريفة هذا وارد. في المعراج جاء رسول الله صلى الله عليه وآله بالصلوات، الصلوات الخمس، كل صلاة كانت ركعتين، كل الصلوات الخمس كانت ركعتين 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 ركعتين. فلما في الحديث هكذا، في الكافي موجود الحديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام على ما ببالي، يقول الإمام عليه الصلاة والسلام: فلما ولد الحسن والحسين. أيضا العبارة عجيبة، الإمام الحسن ولد قبل الإمام الحسين بأشهر. فلما ولد الحسن والحسين رسول الله صلى الله عليه وآله زاد في الصلوات 7 ركعات بهذا الترتيب الذي نحن نصلي. هذه من زيادة النبي صلى الله عليه وآله. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: الله سبحانه وتعالى أجاز ذلك. هذه الرواية تذكر في الولاية التشريعية لرسول الله صلى الله عليه وآله، الدين كله بيد النبي صلى الله عليه وآله. لا أريد أن أفصل في هذه الرواية الشريفة. النبي صلى الله عليه وآله عندما ولد الحسن والحسين زاد 7 ركعات شكرا لله عز وجل. إلى يوم القيامة المسلمون يصلون هذه الصلوات شكرا لولادة الحسن والحسين. العبارة هكذا: فلما ولد الحسن والحسين، مع أن بينهما فاصل. أيضا هذه الرواية اعتبرت الحسن والحسين كأنهما شخص واحد. خامسا، حتى القرآن الكريم، الآيات القرآنية تبين هذا المعنى. أنا أذكر لكم آية واحدة، آيات عديدة في هذا المجال. آية النور، طبعا آية النور من الآيات العجيبة جدا في القرآن الكريم، سياق خاص. آية النور عجائب فيها، القرآن الكريم كله عجيب كله عظيم. آية النور بصورة خاصة آية من الآيات الفريدة. التشبيه هو تشبيه عجيب: الله نور السماوات والأرض. الكلمة خارج عن حدود إدراكنا. لماذا هذا التشبيه؟ الله يشبه بنور، الله ليس نورا،
ما المعنى؟ على أي حال آية عجيبة، كلمات هذه الآية المباركة كلمات فريدة، ليست كلمة واحدة فريدة، كلمات عديدة في هذه الآية المباركة ما وردت في القرآن الكريم مرة ثانية إطلاقا. كلمة مشكات، اقرأوا القرآن من أوله إلى آخره لا تجدون هذه الكلمة إلا في آية النور. كلمة مصباح، لا تجدون هذه الكلمة إلا في هذه الآية. كلمة زيتونة، لا تجدونها إلا في هذه الآية. كلمة دري، لا تجدونها إلا في هذه الآية. كلمات عديدة خاصة بهذه الآية آية عجيبة، هي نظام هذه الآية نظام مختلف عن بقية القرآن لعله. في آية النور ماذا نقرأ؟ الله نور السماوات والأرض مثل نوره، هذا أيضا من العجائب، مثل نور الله عز وجل. القضايا إذا ارتبطت بالله سبحانه وتعالى تخرج عن إطار الإدراك البشري، تخرج عن إدراك الخلق ليست البشر فقط. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. الآية هكذا. تأويل هذه الآية، طبعا التأويل لا يعرفه إلا الله والراسخون في العلم وهم محمد وآل محمد. التأويل هكذا، مثل نوره كمشكات، المشكات هي الكوة الموجودة، مرة شرحت هذه الكلمة، الموجودة التي كانت تعد لإضاءة الغرفة، كوة كانوا يجعلونها في أعلى الغرفة، في هذه الكوة كانوا يجعلون المصباح، كوة مسلطة على الغرفة كلها، هذه تسمى مشكات. مثل نوره كمشكات في الحديث الشريف، بل الأحاديث الشريفة، في هذه الآية مثل نور الله، مثل نوره كمشكات، المشكات فاطمة. فيها مصباح، المصباح في زجاجة. في تأويل هذا المقطع، المشكات فاطمة فيها مصباح الحسن، المصباح الحسين. إخواني أنا أقول، أنا جئت لك بهدية، جئت لك الهدية ما هي؟ جئت لك بهدية قرآن، القرآن مطبوع في الدار الكذائية، قرآن، القرآن، القرآن يعني ماذا؟ هنا العهد ذكرية، يعني هذا القرآن الذي ذكرته قبل قليل في الآية المباركة، أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، يعني ماذا؟ يعني هذا الرسول الذي ذكرناه قبل قليل، العهد ذكرية، يعني هذا الرسول الذي ذكرناه قبل قليل نفسه. أرسلنا إلى فرعون رسولا، من هو؟ موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، فعصى فرعون الرسول، نفس موسى بن عمران. الآية ماذا تقول؟ تقول كمشكات فيها مصباح، المصباح، يعني هذا المصباح الذي ذكرناه في زجاجة. ولكن التفسير ماذا يقول، أو التأويل الوارد عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فيها مصباح الحسن، المصباح يعني هو الحسن، لا، فيها مصباح الحسن، المصباح الحسين. يا كأن الآية تريد أن تقول، أيها الناس أنتم تعتبرون الحسن والحسين شيئين،
تعتبرونهم شخصين؟ أنا أعتبرهما شيئاً واحداً، شخصاً واحداً، حتى الكلمة هي نفس الكلمة. البعض قالوا لا، المصباح في زجاجة الحسين، يعني الزجاجة الحسين أيضاً، المصباح في زجاجة. يعني الحسين يتضمن الحسن صلوات الله عليهما، ولكن حسب التفاسير الواردة في كتبنا المصباح الثاني الحسين صلوات الله عليه، ليس هو ثاني، هو نفسه. يعني حتى القرآن الكريم يؤكد هذا المعنى، وبكلمة واحدة نفس الكلمة، وبإشارة إلى الكلمة الأولى. الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا؟ يا رسول الله قل الحسن إمام قام أو قعد، والحسين إمام قام أو قعد، وما أكثر أمثال هذه الروايات الشريفة. لا، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. فيه تفصيل. إجمالا، النصوص الشريفة تؤكد هذه الوحدة الواقعية. النصوص الشريفة لا تبين شيئاً مجرد اعتبار، لا، الآيات القرآنية تبين واقعاً، الأحاديث الشريفة تبين واقعاً. أحياناً نحن نتكلم عن مجرد اعتبار معين، أنا أعتبر هكذا. الاعتبارات الشرعية وراءها واقع، لا يوجد اعتبار من قبل الله سبحانه وتعالى فارغ عن الواقع، وراء هذا الاعتبار واقع. ما هو هذا الواقع؟ هذا يحتاج إلى بسط تفصيل، لعلنا نوفق في جلسة أخرى نذكر بعض ما توصلنا إليه من الواقع وراء هذا الاعتبار، بل من الواقع الذي كشفه هذا الاعتبار، ليس الواقع وراء الاعتبار. لا، أصلا الاعتبارات الشرعية تكشف عن وجود واقع، هذه كواشف. الكلمة الأخيرة، ابن شهراشوب رضوان الله تعالى عليه من العلماء الكبار السابقين، يذكر حديثا عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وما أعظمه من حديث، الحديث نصف سطر، وما أعظمه من حديث. لا يعرف مدى هذا الحديث إلا من عرف من هو الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وما هي عظمة الإمام الحسين صلوات الله عليه. في الحديث الذي يذكره ابن شهراشوب عن الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، الحديث هكذا: ما تكلم الحسين بين يدي الحسن إعظاما له. الحسين عظمة المخلوق، رداء الحسين، الحسين إعظاما للحسن. العبارة هكذا فيها نافي، النافي الفقهاء يقولون له عموم، يعني ليس مرتين. ما تكلم الحسين بين يدي الحسن إعظاما. من الذي يعرف الجوهر؟ الناس العاديون لا يعرفون. الإمام الحسين يعرف، سيد الشهداء يعرف،
من هو الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أبارك لكم الذكرى العطرة العطرة، الذكرى السعيدة السعيدة، الفرحة الكبيرة التي دخلت دار أمير المؤمنين وسيدة نساء العالمين، الفرحة الكبيرة التي دخلت قلب رسول الله صلى الله عليه وآله بمولد الإمام الزكي الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى بحقه وبحق جده وأبيه وأمه وأخيه وأبناء أخيه المعصومين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم بحقهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم ارزقنا زيارتهم في الدنيا، اللهم ارزقنا شفاعتهم في الدنيا، اللهم ارزقنا شفاعتهم في البرزخ، اللهم ارزقنا شفاعتهم في القيامة، اللهم ارزقنا جوارهم في الجنة، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر الله أكبر.